علاقة الأندية الشعبية مع بعض أنا بقولها هو. لو الناس ما بطلتش تنجرف إلى خناقات السوشيال ميديا والخناقات الجماهيرية في بعض الأندية مش هتقدر تصمد وتعيش. وندي مثل، احنا بقالنا كام سنة كان مثلا اسم نادي الترسانة ده يا محمد من الخمسينات كان هو اللي مع الأهلي والزمالك، الشواكيش كان هو المنافس، وترسانة الشاذلي ومصطفى رياض انت بتتكلم على نادي مرة كسب الأهلي أعتقد 5 أو 6 يعني كسب سكور تكلم، بس طبعا بالكامل أيام كانت هواية الترسانة. بمجرد ما الكرة بدأت تروح للفلوس بدأ ما يقدرش يعيش، فبقى اللي يحصل في القسم الثالث دلوقتي خلاص. طيب بعد الترسانة هقول برضو اسم كبير وهو اسم مثلا نادي المنصورة. نادي المنصورة ده في التسعينات كان بعبع ده كان بيكسب الأهلي وزارة طلع الدوري والكاس، يعني دوروا كده على جوجل على نسخة المنصورة مع تامر بجاتو التسعينات والكابتن حسن مجاهد الله يرحمه، دوروا وشوفوا المنصورة الفريق ده كان عامل ازاي. مرور الوقت بدأ يا محمد خلاص. طيب ملعب المنصورة ده كان ملعب رعب، يا خبر مستاد، استاد صعب جدا انك تلعب عليه، تروح تلعبه هناك الاستاد كله متقفل، جماهير منصورة بيحبوا المنصورة. طبعا منصورة فيها اهلاوية وفيها زنكوكر، بس هم برضه نادي المنصورة هو الاهلي يكسب او يجيب جون تلاقي العلم الطواني بقى علم احمر، بس برضه النادي نفسه كان عنده مشجعين زي بالظبط المصري بورسعيد وزي الاسماعيلي في اسماعيلية، بس يمكن جمهور المنصورة اعتقد اكتر من الاسماعيلي بحكم ان المحافظة اكبر، يعني محافظة الدهلية اكبر من محافظة اسماعيلية. نيجي برضو المنيا في الصعيد، أسوان نفسه كان بيعاني صح، جمهورية شبين نسيناه خالص، السويس كل دي كانت أندية شعبية بدأت تضمحل والأولمبي برافو عليك في اسكندرية. النهاردة لما نيجي نعد غنماتك يا جحا، الاتحاد أهلي زمالك اتحاد مصري الإسماعيلي والمحلة ما قدرش ان هو يصمد، نزل درجه ثانيه المحل بقاله كام سنه بيطلع وينزل فاحنا دلوقتي 5 انديه. انا وجهه نظري الانديه كل اللي ما قدرتش تتحول لمؤسسات اقتصاديه، ونتكلم بصراحه النادي الاهلي منذ الكابتن صلاح سليم الله يرحمه، كابتن صلاح سليم انا فاكر كان بينبه يا جماعه الكوره هتتحول لاقتصاد بمفرده، وكان اول خطوه هو خدها حتى لما حصل له مشكله مع الكاف انه امتنع عن المشاركه في بطولات الكاف طالما ان هي ما بتدينيش جوائز. انا بقعد اشترك في افريقيا وبصرف على الفريق 3-4 سنين بلعبش. انا بصرف فنادق وبصرف سفر كل حاجه وما بتديش حاجه، لما بكسب البطوله في الاخر ما باخدش حاجه منك، لغايه لما الكاف عمل البطوله بنسختها وبدا يزود الفلوس فالاهلي رجع. جه الكابتن طبعا حسن حمدي، بنتكلم على تواصل اجيال في اداره النادي الاهلي، والكابتن حسن حمدي هو اقتصاديه ثانيه. انا في وجهه نظري الكابتن حسن حمدي صاحب الثوره الاقتصاديه الحديثة في النادي الأهلي، إنه خلى النادي الأهلي في حقبة من الزمن خلي مؤسسة اقتصادية، وبدأ النهارده كمان يجيب من أعضاء الجمعية العمومية الاقتصاديين الكبار عشان يشكلوا ما يشبه يعني لجنة تنمية موارد، ويبدأوا يساعدوا النادي الأهلي إنه يقف. والنادي الأهلي النادي الوحيد في مصر اللي فهم الموضوع ده بشكل مبكر بدري جدا، وعشان كده هو النهارده صامد ضد توحش اقتصاديات الكرة. الكرة بقت صعبة، الزمالك نفسه ما بقاش قادر، الزمالك ما قدرش يمشي في الحتة دي. المصري معتمد برضو على رجال الأعمال، والإسماعيلي فترة كان والإسماعيلي فضل فترة كده بس مش النهارده مش قادر. تخيل يا محمد انا لما اجي ببص كده على علاقات الانديه ببعض وهشكر مثلا دلوقتي ما بين الاهلي والاسماعيلي، يعني جزء من الحل علاقات الانديه ببعض. طبعا ده اساسها، تمام ده اساسها سيب التنافس على الجمهور ماشي، علاقات الانديه ببعض ما ينفعش تتاثر بالجمهور. وندي مثل النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي تعال نبص كده عليه اخر 23 سنه. النادي الاسماعيلي في بدايه الالفينيات كان فريق قوي جدا، كان معاه فرقه حلوه اللي قدر ياخد بيها يكسب بيها الدوري، وصل اعتقد فاينل كان كاس الاتحاد لما لعبوا فريق من الجزائر، كاس الاتحاد الافريقي وخسروا في ماتش الفاينل. بعد كده وصل فاينل دوري ابطال افريقيا مع انيمبا، وصل فاينل ده البطوله العربيه كانت برده مبلغ كبير جدا لما لعب اعتقد لعب الصفاقسي وخسروا بيه ركلات ترجيح. في الفتره دي النادي الاسماعيلي عمل طفره كويسه. النادي الاهلي بقى ساعتها اعتقد اشترى منه كام لعيب، وفي النادي الاسماعيلي بينافس هو من الانديه اللي بتنافس على الدوري، يعني دايما بيطلع تاني تالت وبيلعب مباراه فيصل مع النادي الاهلي في موسم 2007 2008 هوب
طبعا جت الثوره وقفنا شويه، بس بعديها برضو فضل الاهلي بياخد بعض اللعيبه من نادي الاسماعيلي، ونادي الاسماعيلي اعتقد خد وصيف في الموسم بتاع لما كان معاهم كالديرانو او اللعيب اللي هو بتاع كولومبيا كان معاهم، مش متذكر التاريخ بالظبط. المهم فضل النادي الاسماعيلي فوق نظري يعني من بص على 13 كان بيستفيد، تقصد كده علاقته كويسه مع النادي الاهلي في مساله تبادل اللاعبين مخليه عايش. عارف ليه؟ انا فاكر وقتها وانت خليتنا افتكر الموضوع ده، يحيى الكومي وقتها كان، انا فاكر زياره شهيره حصلت من الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب للاسماعيلي في اسماعيليه، وكان يحيى الكومي هو رئيس النادي، واتعملت اتفاقيه وتوامه والاسماعيلي استفاد منها استفاده كبيره جدا. بعد ما ابتدت بقى النفخ في النار الاسماعيلي ما شافش قدامه. الله اكبر عليك. هي بالظبط كده. اي حد ببساطه، اي حد باحث هيرجع شريط ال 23 سنه اللي فاتوا ويبص على السنوات نادي الاسماعيلي علاقته فيها اداريا بالنادي الاهلي كويسه، هتلاقي نادي الاسماعيلي بيزدهر. اما بيطلع ثالث دوري وصيف، وطبعا ثاني او ثالث او رابع انت بتلعب بعديها على طول بطوله افريقيه، فبيدخل لك فلوس عمله صعبه. وكمان لما النادي الاهلي ياخد من عندك بعض اللاعبين يعمل معاك تبادل بيديك الصف الثاني. تعالى النهارده نبص كل الانديه بتاخد الصف الثاني بتاع الاهلي بتعيش. لو عندها سيراميكا مين؟ لو عندها مين؟ سيراميكا فيوتشر، فيوتشر عشان يبدا بدأ بالأهلي، فيوتشر خد كاس الرابطة بالظبط، يعني فيوتشر وسيراميكا كسبوا بطولة وما دفعوش فلوس قد اللي دفعها بيراميدز. صح. مثلا بيراميدز دفع كم هائل من الأموال في آخر أربع أو خمس سنين، ولغاية النهاردة بيراميدز في سجله ما عندوش ولا بطولة. بص على سيراميكا، سيراميكا خد من النادي الأهلي عدد من اللعيبة الصف الثاني في الفاينل، وقدر إن هو لعيبة كويسة وكل شيء، وقدر إن هو يعني يزدهر. فاللي عايز اقوله في 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 التوبيك ده، الانديه الشعبيه لازم تبص على علاقتها ببعض، ما ينفعش تنجرف لخناقات السوشيال ميديا. لو النادي الاهلي قدر ان هو يبقى مؤسسه اقتصاديه ماليه ورياضيه كويسه، قرب منه استفيد منه مش عيب، وسيب سيب التنافس على جنب على جنب. بص في ايطاليا هتلاقي انتر وميلان خناقات، مفيش حد، مفيش جمهورين بيكرهوا بعض اكتر من انتر ومينا، لكن على مستوى الادارات لا، ملناش دعوه. قلت لي في لعيبه انتقلت من هنا دايركت، مش هقول مش بقى اصل رحت، لا لا دايركت. ميلان خد لعيبه من انتر، وانتر خد لعيبه من مينا، ده من زمان. ليه؟ الفكر الاحترافي، وعشان نعيش. خلينا يا جماعه نبقى اذكياء. السنه الجايه اقول لكم اهو، السنه الجايه اكتر نادي شعبي عنده مشكله في مساله البقاء والاستمراريه هيفضل برضه الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي ده عنده جيم بحوالي 5 مليون دولار واحكام وقضايا كبيره جدا.